فيديو النهاردة عبارة عن حاجة سهلة وبسيطة وسريعة تنفع تتعمل في أي وقت، ممكن نعملها عشاء، ممكن نعملها غداء ونحشيها بأي حاجة احنا عايزينها على حسب ما انتوا عايزين. أنا النهاردة هعملها بطريقة سهلة جدا وسريعة وبأي حاجة موجودة عندكم في البيت. أنا هحشيها هنا جبنة ولانشون، أي جبنة انتوا عايزينها، أي نوع لانشون عندكم، عيش فينو. طبعا عيش الفينو ده احنا عملناه قبل كده مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعه. وفلفل ده حسب الرغبة، يعني اي حاجة موجودة عندكم، ممكن تحشوه كفتة، ممكن بانيه، اي حاجة عندكم ممكن تحشوا بيها. انا هجيب كده العيش الفينو وهقسمه كده من النص، يعني انا هفتحه بالفتحة اللي انتوا شايفينها دي قدامكم، بحيث انه الرغيف كده يبقى مفتوح كده من ناحيتين، بيشيل اكبر كمية من اي حشوة انتوا عايزينها. زي ما قلت لكم انا هنا هحشي باللانشون والجبنة والفلفل، ممكن تحشوا باي نوع جبنة واي حاجة عندكم، حتى لو ممكن تحشوا مثلا ببواقي فراخ او كفتة سجق، اي حاجة عايزين تحشوها. اهم حاجة تكون الحاجة ان احنا هنحشي بيها دي تكون مطبوخة ومستوية كويس، ما تكونش نية، لان اصلا هو مش هياخد وقت خالص. بعد ما احط كل حاجة بالشكل ده، هحط الجبنة الموزاريلا على الوش كده من فوق، ده شكله اهو. وصفة سهلة جدا، وجبة سريعة خالص خالص، ممكن تعملوها في اي وقت، ما بتاخدش اصلا دقيقتين على بعض. بس كده انا خلصت كل الكمية. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب كوباية من المية، كوباية مية عادي، هحطها في الصينية مع العيش. الكوباية المية دي هتخلي العيش لما يدخل الفرن البخار اللي هيطلع من المية هيخلي العيش طري، ويخلي الساندوتش ما ينشفش مننا في الفرن. هدخله الفرن يا دوب بس الجبنة كده بتسيح وخلاص كده تمام، هخرجه. لو لقيته وشه ناشف شوية او العيش ناشف شوية، ممكن تدوله رشة مية او تغطوه بفوطة نظيفة مبلولة دقيقتين بس، وبعد كده يبقى جاهز وتمام. ده شكله اهو، هو ما اخدش اصلا في الفرن اكتر من 5 دقايق، يدوب الجبنة بس ساحت اللي على الوش وبس كده خلاص. والساندوتش جاهز، ويا رب تكون الطريقة دي عجبتكم، جربوها وسهلة جداً.